موسيقى وفقرات متنوعة تشاركت فيها الأمهات فرحة أطفالهم ضمن حفل تكريمي أقامته الجمعية السورية لعلاج سرطان الأطفال ورعايتهم لتكريم صلابة وقوة أم استطاعت أن تكون قوة وعزيمة في أعين طفلها. الأطفال هلا من ضمن هاي الفعالية بدهم يعملوا ورقة ومكتوب عليها كلمة لأمهم رح يهدوا إياها، وبنفس الوقت نحن من ضمن التكريم في فاعل خير تبرع ل 150 أم اليوم موجودة معنا بسلة غذائية قيمة السلة 20,000، بتروح الأم وطفلة بينقوا اللي بدهم إياه من المول اللي هن بحاجة لهي السلة الغذائية اللي هن بيحتاجوا منها من المواد الغذائية. حلوة كتير، يعني ساعدوا الأطفال وعم كرموا الأمهات وعم يعملوا لهم هيك حفلة فرحوا قلبهم شوي. أولاد كتير فرحانين الحمد لله، كل أيامهم بروحوا إنه على المشافي، بس اليوم إجوا إنه يفرحوا ويلعبوا ويقضوا يوم هيك كتير حلو الحمد لله رب العالمين. كتير حلو، ونشكر الجمعية ونشكر جميع من ساهم في هذا العمل، نشكر الأنسة مزنة وهي أم الأطفال كلياتها. كل عام بخير لعمي وكل أمهات سورية، واحتفلنا وانبسطنا كتير. جينا اليوم نحن حفلة مشان عيد الأم، جبنا الأمهات واحتفلنا فيهم، كمان لعبنا عملنا نشاط الأطفال ولعبناهم. فعلا كتير حلوة، حبينا نفصلهم اليوم عن بعض مشان شوي الأم تاخد شوي حقها بالنشاطات. عملنا لهم شيء للأمهات أنشطة مشان شوي يتعرفوا على بعض، شوي يحسوا حالهم هذا اليوم مخصص لهم أكثر. الأولاد طبعا مثل ما شايف كتير حابين المكان، المكان كتير كبير، كان في أدوات كتير ساعدتهم يلعبوا ويغنوا ويرقصوا. أنشطة مختلفة شاركتها الأمهات مع الأطفال في خطوة لتعزيز الإرادة القوية وروح الحياة داخلهم لتكون مفتاح الشفاء.